صباح الخير، اليوم عن جد رح نشارككم بيومياتنا بالحجر المنزلي. شوفوا اليوم أحمد هو مثل أي يوم من قبل حتى الحجر الصحي، أكتر إنسان كسول. هلا الساعة 1 الظهر، مستغل الفرصة إنه ما بيشتغل وعلى طول نايم. لساتها كمان لونا نايمة. طبعا لونا صحي الساعة 6 بكير وفترة وغيرت وكل شيء، وبعد هيك رجعت نامت. إيش بيساوي؟ حبيت أصبح عليك بطريقة رومانسية حبيبي. الضوء كثير. سكر الستارة. إيش؟ أسكر الستارة؟ أنا فتحتها. خلاص يا حمادة بكفي نوم. دي الساعة؟ ساعة واحدة. شو بتعمل؟ الناس اللي بتفطر افطرت، والناس اللي بتتغدى اوريدي تغدت. خلاص يلا. يعني شو بتساوي؟ حبيبي بصبح عليك. بصبح علي؟ يلا يا عمري. يلا يلا ورانا اشغال. طب خلينا مانج شوي. ولا دقيقة، ساعة واحدة. ساعة واحدة. خلينا نكمل الحلم بس. والله كان حلم. كمل الحلم؟ انا هعمله كابوس هالقد، اصبر علي. احمد هتصحى ولا لا؟ هتصحى ولا لا؟ يلا يا حمادة في اشغال. اكيد فيش عندي خيار تاني، اضلك تزنها. يلا برافو عليك. نونا نايمة يا عمري. انت عم عارف الساعة كم؟ يلا يا حمادة بدي اطب الغرفة. وإذا مين حكاك تسهر لنص الليل؟ نص الليل للصبح. طيب للصبح انا مالي، انا مالي، انا انام كل الليل وانت تنام كل النهار، مش حياة هاي. بلا مين زوجة مثل هيك. يلا حمادة عن اشغال. يلا 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 يا حمادة يلا يلا يلا. مرحبا جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله يا رب الجميع بصحه و100%. احكوا لي وطمنوني عليكم شو عاملين مع الحظر والكورونا، ربنا يبعدها عنا وعنكم جميعا. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو هذا رح يمثل حياتنا اليوميه، يعني روتين مش كورونا كحادي. والله حدا بعت لنا هاي الهديه الحلوه، بنوتة عايشة بألمانيا بتشتغل شغل يدوي لشغلات مثل هيك، شغلات فنية. هذا البرواز كله شغل يدوي مثل ما انتم شايفين. بدي احكي لكم الكواليتي تبع الصورة والالوان، كمان الاطار تبع الصورة، عن جد شغل كتير حلو. ب 15/1 قبل ما ننزل على مصر كان اجى عيد ميلاد لارا، صار عمرها 2 سنين، والصبية هاي من متابعتها لنا على الانستغرام. فصحيح اذا ما كنتم متابعيني على الانستغرام فما تنسوا تضيفوني على الحساب هذا، كتير بتابع الستوري فكتير تعلقت بلارا. فوقت اللي اجى عيد ميلادها حكت لي انه انا رح ابعت هدية صغيرة مني للارا، بتمنى تتقبليها وتبعتي العنوان. كل عام وانت بخير يا وسطانية، يا واخدة قلب الماما، يا فرحة البيت وسعادته. شكرا كتير. رح اترك لكم حساب هاي الصبية هون اذا بتحبوا تشوفوا اعمالها والحلو بمشروعها، مشروع صغير. صراحة ما طلبت مني ابدا اي اعلان، ولكن بحس انه عندي مسؤولية لما حدا يبعت لي هيك هدية وهيك شغل انه احكي عليه. انا بدعم جدا المشاريع اللي مثل هيك، المهم يكون في جوده، في اتقان بالشغل، في موهبه حلوه. فتابعوا الصبيه هاي على حسابها، واذا كنتوا حابين تعملوا شغلات لبيتكم، شغلات مميزه، شغلات ما تكون عند اي حدا، فما تنسوا تتابعوها وشوفوا اشغالها. هلقيت خلينا نبدا بالشغل اللي عنا. يلا. بالعاده بما انه نحن هلقيت يوم السبت، دائما بجمع يوم السبت الملابس اللي راح اكويها لاسبوع كامل، حتى لما يكون عندي طلعات تكون جاهزه وبس اختار والبس بسرعه واطلع، لانه عن جد بياخذ مني وقت كتير انه اختار الملابس وبعد هيك اكويها، وخصوصا مع وجود الاطفال. طبعا انا مطلعه كميه اكثر من اسبوع، بس بما انه نحن قاعدين ففرصه اني اكوي كميه كبيره وبعد هيك اعلقهم. يعني بعد الحبسه هاي الطويله شو راح نسوي؟ مثل ما حكيت لكم راح ارتب كل هاي الملابس واكويها، وبعد هيك نقولهم على غرفه الملابس. هاي العلاقه انا جايباها من ايكيا، عن جد كتير حلوه. بالحجر المنزلي صار كل الناس نظيفه. حتى انا. احمد احلق دقنك. بليز، هذا احلى شيء عندنا هون، جبناه من زمان، كنا على طول بنجيبه للبنوتات. الديتول اللي بيجي مثل تاتش بتلاقوه بالبيئه. ايوه بسنسور، اسهل للاطفال وبنفس الوقت لما بيخلص بس بتغيروا العلبه. صبايا بدي اشارككم شغله حلوه، شايفين هذا الدوش اللي بيجي قزاز طويل؟ من فترة جبنا أنا وأحمد شغلة
علشان كتير كان بيضايقني بالتنظيف، انتو عارفين انه بيكون شفاف ازاز وبيبين كل اغراض اللي جواته. والشغله الثانيه بعد كل حمام بيطبع النقاط اللي عليها تراب المي. فشوفوا شوفي هون، هذا مثل ورد اشتريناه من امازون. لو الاضاءه اقوى من هيك بالمطبخ بالحمام كان رح يبين احلى على الطبيعه، عن جد بيجنن. شوفوا كيف. هلا الباب لسه ما عملناه، رح نطلب القطعه الثانيه من امازون لحتى نركبه، بس كتير كتير عجبني. اول شيء هو بيجي شفاف، بس مع الاضاءه بيعطي هيك لمعه كتير حلوه. يلا نشف. برافو. نشفي، قولي نشفي. نشفي. اي حمد هون. تعالي هون. شو هاد؟ تفضلي. شوفي شو عملت. هاي بشاير النهار. هذا هاي اول عمايل لارا. هاي التعليقه تبع الباب؟ اه. خشب، انا مش عارف كيف كيف وصلت لهيك، يعني كيف عملتها هيك؟ هاي التعليقه كانت على شكل قلب، اذا فكرنا بالفيديوهات شكل قلب مكتوب عليها هوم. كيف وصلتها؟ والله العظيم خشب وقاس، يعني انا لو بدي اعملها مش هعرف. لا ما بعرفش. شكرا لارا، صباح الخير. صباح الخير بالضبط. خليني هلقيت شارككم بالنسكافيه تبع احمد، اوكي؟ اللي ما بيعرف يسوي لحاله، اول شيء بستخدم هذا النسكافيه، بحط منه معلقه، 3 معالق مبيض، وراح اضيف له معلقه صغيره سكر، وهيك بصير النسكافيه تبع حماده جاهز. خليني اخذ له النسكافيه هلقيت لانه بدي اطلب منه شغله. حماده. اه حبيبي. جاهز النسكافيه. شوفوا يا جماعة هون شو عملت. من يومين حسيت انه احنا صار وزننا يعني مع الحجر المنزلي عم يزيد، فطلعت التريدميل اللي على طول بستخدمها اذا ما كان عندي فرصة اروح على النادي من بعد الولادة، فحكيت خلينا نشغل حالنا ونعمل ساعة يوميا رياضة انا وحمادة. فاحمد بلشت معه يا جماعة النظام الصحي، مو بس معكم يا متابعيني، كمان احمد عم يمشي على النظام، رح خليه يشرب النسكافيه ومن بعد هيك يلعب شوي على الجهاز. صباح الخير يا حمادة. اسلم ودي الحبيب. نعيما نعيما. الله ينعم عليك. كيف صرت هيك؟ صرت هيك مزة؟ مز المزز. شوفوا لارا هون شو بتعمل. ماما خليني اخبركم على الشغلة اللي لقيت بساويها، بما انه صار لي فترة كتير مش رايحة جماعتي، وشوي شوي عم انسى الجرامر الالماني، فعم ارجع راجع اللغة الالمانية من الصفر لحتى يعني اذكر حالي. هذا الكتاب تلاقوه تقريبا بامازون او بالمكاتب، بيبدا من مرحلة الـ A1 للـ B1، وكتاب البيت سواي بكون لحال، فرح ابدا بهذا اراجع. خليني افتح الشباك وشارككم بشغلة. شوفوا الجو برا عن جد بيجنن، للأسف إجت الكورونا هاي بأحلى فصل من فصول السنة، يعني الجو هذا الرواق، البرد هيك الخفيف. شوفوا كيف الشوارع فاضية، ودوب سيارة، بني آدم واحد، الحياة انتهت هون. آخ يا الله، إمتى تنتهي هاي الأزمة عاد؟ بالعادة بالأيام مثل هيك بالإجازات يعني هاي الشوارع بتكون مليانة ناس، السيارات زحمة مو طبيعية، الله يفرجها على الجميع. بدي جاوبكم هلقيت على شغلة سألتوني عليها كتير، وهي بخصوص التسريحة تبعي. علم أحمد يخلص النسكافيه رح جاوبكم. مشان الملكان هذا أنا شرياه لحاله، بتلاقوه بكذا مكان أو حتى على الأمازون. أما بالنسبة للتسريحة فأنا ما اشتريتها جاهزة، يعني جبتها أجزاء هيك وركبتها، وعطول بتسألوني شو الموجود على التسريحة، مليانة أغراض، حتى أنا هلقيت شغلة منها كتير. شوفوا التسريحة يا صبايا، أنا جايباها أجزاء يعني مكوناها مع بعض أو مركبها مع بعض. إذا بتحبوا شي يوم بعملكم فيديو على القطع هاي وكيف ركبتها ومن وين جبتها، وإذا بدكم كمان أسعارها، وكمان عرفكم على الشغلات الموجودة على الرفوف، يعني الكريمات، شو أفضل الكريمات جربتها، شو الشغلات اللي مو حلوة، البرفانات، الميك اب، كريمات للوجه للجسم، مقشرات، حتى كمان الزيوت، لاني جايبه كميه زيوت من مصر كنت من زمان بستخدمها ورجعت جبتها من شركه اسمها امتنان. كل شيء رح اخبركم عنه اذا بتحبوا، فما تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا حابين نعمل فيديو خاص للتسريحه والاغراض اللي انا حطيتها عليها. شوفوا الصور هاي. هاي صورنا بتركيا، هاي اول مره لما سافرنا انا واحمد، وهاي بالمره الثالثه كانت مع لارا. السلطان احمد والسلطان عبير وسلطانتهم الصغيره لارا. خلينا هلقيت نروح ننظف الصالون. هاي الحاجات كانت للتعقيم، اللي هو لتعقيم الاسطح والحمامات زي ما هو مرسوم هنا. ما شايفين؟ للحمام، ممكن نستعمله للكنب، ممكن نستعمله، هو مش
مش عليه كحول كتير قوي، ولكن هو بيعقم نوعا ما نوعا ما. في منه طبعا هاي اللي هو النوع المركز، يعني هذا الفيرجن المركز منه، ممكن تستخدم هاي وتحلل وتحط في هاي وتصير عشان ايش يكون اسهل في الاستخدام ولا الرش. الى تعقيم الكنب. انت بدك تعقيم. لا خافت. انت كان بدك تعقيم. شوفوا هذا اللي ضمن التعليق تبع الباب. لارا جابت اجلها. وهالقيت حضرنا فطور سريع سريع، هاي نقانق دجاج كتير طيبة من عند التركي، وبيض على السريع مع شوية خيار مكدوس، الاجبان اللي بيحبوها عند البنوتات والمرتديلا. واهم شغلة، شو اهم شغلة؟ اهم شغلة الشاي. شاي بالميرامية لازم على الفطور طبعا للبنوتات، اذا بحبوا يشربوا عصير او عيران اللي بدنا بموت فيه، خبزات، وكمان الكعك الشامي اذا حدا حابب يغمسه مع الشاي. يسلموا ايديك حبيبي، يسلموا ايديك عن جد. صحة. هلقيت صار وقت اكله هيك خفيفه للونا بعد الظهر. عملت لها بسكوت ساده وبحط عليه حليب ساخن وبدوبه بالطريقه هاي، كثير بتحبه. بما انه احنا حابين فقررت انه اتحدى احمد تحدي، اذا انا بكسب بيعطيني هو 100 يورو. 100؟ وإذا أنت بتكسب أنا بعطيك 100 يورو. ماشي. تمام؟ بدك تعمل كل شيء أنا مساويه. طلعوا بالله عليك إيديا، والله العظيم راحوا إيديا. ما بدك ترجع لورا بحق خير سنة. لأنه أنت ضغطني لورا. خلاص يلا. بس. الرقاصة. طيارة. مدي إيدك. مدي إيدك. بيزعل على النمسا فأحمد. حياك الله حمد، والله أهلا وسهلا فيك. يلا حلو ميم، هذا لبوبو لونا. انتي ماما بوسي بوسي.